جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل تبطل الصلاة إذا مر أحد من أمام المصلي، أم السجادة التي يصلي عليها تكفي جزاكم الله خيرا ولا يحتاج بعد ذلك إلى سترة؟ المصلي إن كان مأموما فسترته سترة الإمام، سترة الإمام تكفي للمأموم، فلو مر من أمام المأموم مار لم يضره. وأما إن كان منفردا أو كان إماما فإنه يتأكد في حقه أن يصلي إلى سترة وأن تكون قريبة منه، فإذا مر أحد من ورائها لم يؤثر أيضا. والسترة كما ذكر العلماء تكون كمؤخرة الرحل، يعني تكون منتصبة قائمة بقدر مؤخرة الرحل، رحل البعير المعروف الذي يوضع على ظهره للحمل والركوب. فإذا كان أمامه سترة قائمة بهذا المقدار فإنه لا يضر من مر من ورائها. أما المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترة هذا محرم، حرم على المار ومحرم على المصلي أن يتركه يمر، بل عليه أن يمنعه وأن يدفعه. وكذلك إذا لم يكن له سترة ومر قريبا منه، يعني دون 3 أذرع من قدمي المصلي، فإن هذا يؤثر ويأثم المار ويأثم المصلي الذي لم يتخذ سترة ومنع وتركه يمر بين يديه. وعلى كل حال هذه المسألة إذا لم يكن هناك ضرورة إلى المرور، كأن يكون هناك زحام شديد كما في المساجد المزدحمة يوم الجمعة أو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن الناس يكثرون في هذه المواضع وقد يضطرون إلى المرور، فالأمر كلما اشتد اتسع ولله الحمد. على كل حال ينبغي للمصلي إذا كان إماما أو منفردا أن يصلي إلى سترة وأن يقرب منها. وكذلك المارة إذا لم يكن بهم ضرورة فإنهم لا يجوز لهم أن يمروا بين المصلي وبين سترته، أو يمر قريبا منه إذا لم يكن له سترة، وهم لهم ساعة يمرون منها بعيدا عن المصلي والتأثير عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. تذكر السجادة شيخ صالح، هل من صلى على سجادة يعتبر آخرها من أمام المصلي يعتبر سترة أو لا؟ ليس هذا سترة، طرف الفراش الذي يصلي عليه المصلي لا يعتبر سترة، إنما السترة أن يكون أن تكون شيئا قائما أمام المصلي، أو يكون عصا، أن يكون عصا مركوزا أمامه أو معروضا أمامه، وإذا لم يجد شيئا من ذلك فإنه خط أمامه.